السلام عليكم، ازيكم شباب؟ النهاردة جايين نتكلم في موضوع جديد خالص، ألا وهو ماكلارينز اكسبانشن. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بصيت على الكالكليتور اللي معاك، كالكليتور بتدوس فيه ساين 30 بيديك القيمة بتاعتها. طب ساين 31.37128 برضو بيديك القيمة بتاعتها. لين 2.1578 برضو بيديك القيمة بتاعتها. هل انت متوقع ان جوه الكالكليتر في تيبلز خاصة بالساين وتيبلز خاصة بالكوزاين؟ طبعا الاجابة لا، مفيش حاجة اسمها تيبل خاص بالساين وبالكوزاين وباللين والاكسبوننشل. ده احنا يبقى محتاجين 10 كالكليترز و10 ميموريز قد اللي جوه الكالكليترز. اما بتتعامل ازاي؟ كالكليتر بيحسبها ازاي؟ قال لي في سب بروجرام جوه الكالكليتر معمول بشكل معين، مجرد ما بحط له القيمه وادوس الساين بيطلع لي الفاليو بتاعتها. طيب اتعمل ازاي بالاكسبانشن؟ يعني ايه؟ قال لي يعني حول الفانكشن اللي عندي اذا كانت ساين او كوزاين او لين او سيك او واتيفر الى لوب او بروجرام، وجاست ان انت بتدخل الفاليو بتاعت القيمة اللي عايز تحسبها بالنسبة للساين بيخش يحصل لها ران جوه البروجرام وبيطلع لك النتيجة، وإلا كان هناك استحالة ان انا احسب القيم دي. قال لي طيب انا الاكسبانشن ده بعمله ازاي؟ طبعا في نظريات، احداهم نظرية ماكلارين، وفي الجنرال كيس بتاعتها نظرية تايلور، بيقول لي انا اقدر اعمل اكسبانشن لأي فانكشن ديفايند بشكل معين. ماكلارين قال لي ايه؟ قال لي الفانكشن لازم تبقى ديفايند عند الزيرو، والديريفاتيفز بتاعتها ديفايند برضو عند الزيرو. يعني مثلا لو انا بقول لين اكس لين زيرو بواحد، لو انت عملت ديفرنشيشن للين اكس تطلع ب1 اوفر اكس، طب 1 اوفر زيرو بانفينيتي، يبقى دي ما ينفعش اعملها بماكلارين اكسبانشن. جا تايلور عدل في النظريه وقدر يعمل هذه القيمه. يعني ماكلارين بيحاول يحول اي فانكشن انت بتتعامل معاها عشان تحسب لها ابروكسيميتد فاليو لبولونوميال فانكشن، لكثيره حدود، حاجه في اكس وفي اكس تربيع وفي اكس تكعيب وهكذا، او حاجه في اكس واكس سكويرد واكس كيوب. ازاي؟ قال لي اي فانكشن عندك ولتكن اسمها اف اوف اكس، اقدر اجيب لها ابروكسيميتد فاليو بان هي بتساوي اف اوف زيرو، قيمه الفانكشن عند الزيرو، بلس اف داش اوف زيرو في اكس على فاكتوريال 1، بلس اف دبل داش اوف زيرو في اكس سكويرد على فاكتوريال 2، بلس اف تريبل داش اوف زيرو في اكس كيوبد على فاكتوريال 3، بلس بلس، تفضل لغايه لما توصل لاف ان من الداشز اوف زيرو في اكس بار ان على فاكتوريال ان، وهنا برضو بلس. وكلما زادت عدد الترمات كلما زادت الاكيورسي. اعتقد في الكالكليتور حاطين لغايه الناينث ترم، لغايه الترم التاسع، يعني اف 9 داش من الايه اوف زيرو في اكس تو ذا باور 9 على فاكتوريال 9. طب هل انا اقدر ان الفانكشنز المختلفه اعمل لها اكسبانشن بهذا الشكل؟ هنشوف سوا. تعالوا كده نشوفوا اكزامبل. هقول كده فايند اكزامبل 1، فايند ماكلارينز اكسبانشن فور. طيب عايز اجيب ماكلارين اكسبانشن للفانكشنز الاتيه. اول حاجه نمبر اي، واي بتساوي او اف اوف اكس بتساوي اي باور اكس. طب بي، واي بتساوي
e to the power minus x. ودول يمكن ابسط two functions. بعد كده سي y بتساوي cosine x. طب دي y بتساوي sine x. حلو قوي. طب e y بتساوي ln 1 plus x. طب f y بتساوي نقوله مثلا 1 over 1 minus x. ممكن نعمل كمان 30,000 expansion. الكلام ده بيتم ازاي؟ نبص واحدة واحدة كده على السوليوشن. انا بقول لنفسي انا عايز اجيب قيمة الفانكشن عند الزيرو والدريفاتيف بتاعها الاولاني والتاني والتالت لغاية الان دريفاتيف. انا بقول لك دايما لما يكون عندك في قيم نون زيروز بنشتغل لغاية اف تريبل داش. في قيم فيها زيروز يبقى على الاقل اجيب تلات ترمات. الا اذا طلب في مسألة بروف ذات بشكل معين ان انا ممكن اجيب اكتر من تلات ترمات. بس المبدأ العام لو انا طلبت اي باور اكس لو القيمة دي غير صفرية ودي غير صفرية ودي غير صفرية ودي غير صفرية خلاص اشتغل على تري على الاف تريبل داش. طب لو عندي في قيم فيهم طلعت بزيروس يبقى على الاقل اطلع 3 تيرمز. طب الحل بيتعمل ازاي؟ اقول له ولا حاجه. انت عندك الجيفن في المساله واي بتساوي اي تو ذا باور اكس. فبقول له والله يبقى اف اوف اكس بتاعتي هي اي باور اكس. بس هو مش عايز اف اوف اكس، هو عايز اف اوف زيرو. طيب لما اعوض عن اكس بزيرو هنا هي اي باور زيرو بكام؟ قال لي ب1. طب حلو قوي. طب اف داش اوف اكس هو الديفرنشيشن بتاع الاي باور اكس بايه يا شباب؟ نعم يا سين؟ باي باور اكس في الديفرنشيشن اوف ذا باور ويتش از 1. خلاص هتبقى اي باور اكس برضو. يبقى اف داش اوف 0 هتساوي برضو 1. طب اف دبل داش اوف اكس برضو باي باور اكس. طب اف دبل داش اوف 0 تطلع برضو ب1. طب اف تريبل داش اوف اكس باي باور اكس. طب اف تريبل داش اوف زيرو هتطلع برضو ب1. هنا حاجة جميلة قوي وبسيطة جدا ان عندي كل الاف والاف داش والدبل داش والتريبل داش طلعت قيمتهم بتساوي 1. يبقى اذا انا لو عايز اعمل الاي باور اكس بتاعتي هتطلع بكام؟ يبقى انا يا شباب لو عايز اجيب او اطبق النظريه بتاعت ماكلورين على الاكسبانشن بتاع الاي باور اكس اقول له ذن الاي باور اكس هتساوي هبتدي سبستيتيوت عن الفاليو بتاعت اف اوف 0 في النظريه يبقى هتساوي 1 بلس اف داش اوف 0 برضه ب1 في اكس على فاكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف 0 برضه ب1 في اكس سكوير ده على فاكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف 0 برضه ب1 في اكس كيوت على فاكتوريال 3. وطبعا لو انا عايز اتوقع اللي بعد كده هتبقى برضه 1 في اكس باور 4 على فاكتوريال 4 لان خلاص المنظر واضح. وهنا بلس طبعا شويه نقط يبقى هتساوي 1 بلس اكس على فاكتوريال 1 بلس اكس سكوارد على فاكتوريال 2 بلس اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس نقط. طب هل نتوقع ان الاكسبانشن بتاع الاي باور ماينس اكس هيبقى بنفس الشكل؟ طبعا هنجرب ونشوف. يبقى هنا القصه بتبتدي ان انا اعمل ايه؟ يعني بدايه الحل عندي ان انا بحط الفانكشن عندي واخدين بالكم واشوف قيمتها عند الزيرو، ابتدي اعمل لها ديريفيتيف واشوف قيمه الاف داش عند الزيرو، ابتدي اعمل لها ديريفيتيف تاني وتالت. وزي ما قلت طالما عندي الفانكشن ما فيهاش قيم هنا بتساوي زيروز خلاص بوصل لغايه اف تريبل داش. طيب فيها زيروز هتلاقي في قيم بعد القيم هتطلع عندك زيروز،
يبقى على الاقل اعمل 3 نون زيرو تيرمز. طب تعالى نشوفه بي سوا. بي بتقول لي ولا اقول لكم بقى، وقف الفيديو حل بي ووريني بي هتطلع معاك بايه. لان رجاءا زي ما احنا متعودين انت قاعد بتذاكر او قاعد بتتفرج على الفيديو، يبقى قاعد على المكتب وقدامك شويه ورق، فحضرتك هتوقف الفيديو عشان تحل بيه وتشوف شكل الاكسبانشن بتاعك شكله عمل ازاي. طبعا انا عارف ولادي شطار ووقفوا الفيديو وحلوا، وهقول لك كده للناس اللي حلت النتيجه النهائيه. هتلاقي هنا في 1 هنا ماينس 1 هنا 1 هنا ماينس 1، فهتلاقيها ماشيه مره واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف واحده وهكذا. هنشوف الكلام ده ازاي. انا عندي بي واي بتساوي اي تو ذا باور ماينس اكس زي الفل. وبعدين قال لي بمنتهى البساطه هقول له يبقى اف اوف اكس هي اي باور ماينس اكس. لو عملت سبستيتيوشن عن الاكس بزيرو يبقى اف اوف زيرو هتساوي اي باور ماينس 1 بي اي باور ماينس 0. يعني اي باور 0 اي باور 0 بكام؟ ب 1. طيب لما اجي اجيب الفيرست ديريفاتيف بقى ما ننساش، هو الديفرنشيشن بتاع الاكسبوننشال ايه بالاكسبوننشال فانكشن اتسلف في الديفرنشيشن اوف ذا باور ويتش از ماينس 1. يبقى اذا الاف داش اوف اكس هيظهر فيها نيجاتيف ساين، يبقى اف داش اوف 0 هتبقى بماينس 1. طب الاف دبل داش لما اجي اعمل ديفرنشيشن تاني ايه اللي هيحصل؟ الاي باور ماينس اكس لما اعمل لها ديفرنشيشن هتديني اي باور ماينس اكس تايمز الديفرنشيشن اوف ذا باور ويتش از ماينس 1، يقلب لي الماينس ده البوزيتيف فتطلع اي باور اي ماينس اكس بس بوزيتيف. يبقى اف دبل داش اوف 0 هتساوي كام؟ 1. طب اف تريبل داش اوف اكس هتديني ماينس اي باور ماينس اكس زي ما اتعودنا بقى. الاكسبوننشال هتنزل زي ما هي تايمز الديفرنشيشن اوف ذا باور ويتش از ماينس 1. يبقى اف تريبل داش اوف 0 هتساوي ماينس 1. يبقى انا لو هعمل سبستيتيوشن في الماكلورن اكسبانشن از ثيري هتبقى ايه؟ اهو خلاص احنا خلصنا ده، هنعملها هنا كده علشان تبقى ايه المسافه تسمح لنا. بيقول لي الاي باور ماينس اكس هتساوي سبستيتيوت بقى اف اوف 0 قيمتها ب 1 يبقى 1 حلو قوي بلس المفروض ماشي اف داش اوف 0 بماينس 1 في اكس على فاكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف 0 ب 1 في اكس سكويرد على فاكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف 0 بماينس 1 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس نقط. وبالتالي الاكسبانشن بتاع الاي باور ماينس اكس هيبقى 1 ماينس اكس على فاكتوريال 1 بلس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 ماينس اكس كيوبد على فاكتوريال 3. ياسين تقدر تتوقع لي بقى الترم اللي بعد كده؟ يس بالظبط بلس اكس باور 4 على فاكتوريال 4. طب واللي بعده؟ اللي بعده يا شذا ماينس x باور 5 على فاكتوريال 5 لان هي ماشيه مره نيجاتيف ومره بوزيتيف. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ وعملنا دي كاكسبانشن. طبعا انتوا عارفين كده انا بحاول استغل كل الامكانيات بتاعه السبوره. طيب اخش على اللي بعد كده. اللي بعد كده بيقول لي عايز اجيب الاكسبانشن بتاع مين؟ بتاع كوزاين. انا هعمل كوزاين وهسيب لكم الساين. طيب يلا بينا نجيب الاكسبانشن بتاع الكوزاين. سي انا عندي y بتساوي كوزين x يبقى f of x بتساوي كوزين x. هي كوزين 0 بكام؟ بالظبط كده زي ما قال كنا كاتبين هنا المحاضره اللي فاتت ب 1. كوزين 0 ب 1 وساين 0 ب 0. اوكي f داش of x بتساوي ماينس ساين x. حلو قوي. يبقى اف داش اوف 0 بكام يا اولاد؟ بالظبط كده ب 0. طيب اف دبل داش اوف اكس هتساوي ماينس كوزين اكس. يبقى اف دبل داش اوف 0 هتساوي ماينس 1.
لاحظ بقى، انا دلوقتي اتفقت معاك قلت لك انا هشتغل لغايه اف تريبل داش لو في نون زيرو تيرمز. طب هنا في زيرو تيرمز، قال لي يس ده، يبقى انا لازم اجيب 3 ترمات. خلاص اف تريبل داش اوف اكس هتساوي ماينس بلس ساين اكس، واف تريبل داش اوف زيرو هتساوي زيرو، اف 4 داش اوف اكس هتساوي كوزين اكس، واف 4 داش اوف زيرو هتساوي 1. يبقى لاحظ هي ماشيه معايا ازاي، 1 زيرو ماينس 1 زيرو 1. في عندي كام زيرو تيرمز؟ عندي 2. طب عندي في كام نون زيرو تيرمز؟ عندي 3. ده المهم اللي انا اوصل له، ان يبقى عندي 3 نون زيرو تيرمز. يبقى لما نيجي نتكلم على سي، انا عايز اجيب الاكسبانشن بتاع الكوزين اكس بيساوي، ابتدي سبستيتيوت اف اوف زيرو قيمتها ب 1 فيري جود بلس اف داش اوف زيرو بزيرو في اكس على فاكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف زيرو بماينس 1 يبقى بماينس 1 في اكس سكوارد على فاكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف زيرو قيمتها بزيرو في اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس اف 4 داش اوف زيرو مش موجوده هنا بس انا عارفها طبعا، اف 4 داش اوف زيرو بكام؟ ب 1 في اكس باور 4 على فاكتوريال 4 بلس نقط بتساوي. طبعا في عندي ترمات اختفت، قال لي الاود اللي الباور بتاعها اود اختفى 1، يبقى الفاينل انسر ماينس اكس سكوارد على فاكتوريال 2 بلس اكس باور 4 على فاكتوريال 4 بلس نقط. رضوى لو انا عايز اجيب الترم اللي بعد ده هيبقى بلس اور ماينس؟ بالظبط كده هيبقى ماينس، لان ماشيه بلس ماينس بلس هيبقى ماينس. المفروض على فكره كنت هنا ماينس بس مش فارقه، يعني اكس باور كام؟ اكس باور 6 على فاكتوريال 6 وبعد كده بلس اكس باور اي على فاكتوريال اي. خدوا بالكم يا جماعه، انتوا خدتوا في انترودكشن تو كمبيوتر وانت بتشتغل على الفلوت شارت ازاي تعمل الاكسبانشن بتاع الكوزاين، وكنتوا سالتوا تلاقيكم نفسيكم طب هم جابوها فين، منين بتوع الكمبيوتر؟ جابوها من هنا من ماكلورين اكسبانشن. احاول ان انا استغل برضو السبوره وان انا اجيب الاكسبانشن بتاع اخر حاجه في هذه السبوره، ان احنا نجيب الاكسبانشن بتاع الساين دي، ولا تحبوا تحاولوا في الساين بقى؟ يا ريت وقفوا الفيديو وحاولوا تجيبوا الاكسبانشن بتاع الساين. طيب انا متاكد ان ولادي شطار وجابوا الاكسبانشن بتوع الساين وطلع عندهم، اقول لكم طلع ايه بقى ولا نكتشف سوا؟ تعالوا نكتشف سوا. احنا قلنا الواي عندي بتساوي ساين اكس، فيري جود، يبقى اف اوف اكس هتساوي ساين اكس، يبقى اف اوف زيرو بكام؟ بزيرو. طب اف داش اوف اكس هتساوي كوزين اكس، يبقى اف داش اوف زيرو هتساوي 1. طب اف تريبل داش دبل داش اوف اكس هتساوي ماينس ساين اكس، طب اف دبل داش اوف زيرو هتساوي زيرو. لاحظ ان ساين زيرو بزيرو، كوزين زيرو ب 1. خد بالك احنا عملنا لغايه دبل داش وطلع عندي ترم واحد. طيب اف تريبل داش اوف اكس هتساوي ماينس كوزين اكس، يبقى اف تريبل داش اوف زيرو هتساوي ماينس 1، اف 4 داش اوف اكس هتساوي، وهنا برضو دي الأربعة عاملة كده، هتساوي ساين اكس، اف 4 داش اوف زيرو هتساوي زيرو، اف 5 اوف اكس هتساوي كوزين اكس. طبعا الكلام ده هو اللاتيني، الأرقام دي الأرقام اللاتينية. اف 5 داش اوف زيرو هتساوي 1.
يبقى انا عشان اوصل ل 3 نون زيرو تيرمز عملت كام مره ديفرنشيشن في الساين؟ 5 مرات، ان شاء الله 10 مرات. انا بعمل الديفرنشيشن لغايه ما اوصل ل 3 نون زيرو تيرمز. طيب تعالوا بقى فاينلي كده نكتب الاكسبكشن بتاع الساين اكوردنج لماكلر. اقول له والله يبقى ساين اكس هتساوي اف اوف زيرو، اف اوف زيرو بزيرو يبقى زيرو، بلس اف ده شوف زيرو ب1 في اكس على فاكتوريال 1، بلس اف دبل ده شوف زيرو بزيرو في ايه؟ في اكس سكويرد على فاكتوريال 2، بلس اف تريبل داش هتلاقيها بماينس 1، طلعت الاف تريبل داش بماينس 1 اهو، يبقى ماينس 1 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3، اف 4 داش بزيرو واخدين بالنا في اكس باور 4 على فاكتوريال 4، بلس 1 في اكس باور 5 على فاكتوريال 5، بلس نقط. يبقى فاينلي الاكسبانشن بتاع الساين اكس هيساوي اكس على فاكتوريال 1 بلس ولا ماينس؟ قال لي ماينس. اكس كيوبد على فاكتوريال 3، قال لي الله طب والاكس سكويرد اختفت، بلس اكس باور 5 على فاكتوريال 5، المفروض هنا ماينس اور بلس نعتبرها نقط. طيب اسر قول لي بقى الترم اللي بعد كده هيبقى ايه؟ ماينس ولا بلس؟ هيبقى ماينس. اكس باور كام؟ باور 7 على فاكتوريال 7، واللي بعده هيبقى بلس اكس باور 9 على فاكتوريال 9. هي القصه في ايه؟ هي قصه ان انا بحول الفانكشن بتاعتي لاكسبانشن بيعتمد على بولونوميال فانكشن، وبالتالي اقدر اعمل لها لوب او اقدر اعمل لها بروجرام يقدر يحسبها. ودي كانت الطرق التقريبية في حسابات كل الفانكشنز اللي موجودة في الدنيا او كل الفانكشنز اللي موجودة عندك في الكالكليتر وبتتعامل معها. نحاول بقى نوقف الفيديو ونحاول نحل اي، احنا حلنا اي وبي وسي ودي، ناقص لنا اي واف. يلا يا شباب وقفوا الفيديو وحلوا لي اللي بعد كده. كان في تو بروبلمز يا شباب كنا سبناهم، نخليهم حتى في اكزامبل 2. طبعا ايفالويت ذا فولوينج اكسبانشن، واي كانت بتساوي لم 1 بلس اكس، نقول عليها ايه مثلا؟ بي واي كانت بتساوي 1 اوفر 1 ماينس اكس، وسي حتى تبقى واي بتساوي 1 اوفر روت 1 بلس اكس. هل اقدر اعمل لدول ماكلورين اكسبانشن؟ هنشوف. يلا بينا نبتدي باول حاجه اللين سوليوشن. عندي واي اللي هي بتساوي لين 1 بلس اكس اللي هي اف اوف اكس بتاعتي، طيب يبقى اف اوف زيرو هتساوي لين 1. طيب لين 1 بكام؟ قال لي لين 1 بزيرو، اول زيرو تيرمز. احنا بنقوله لازم نعمل كام؟ 3 نون زيرو تيرمز. طب نجيب اف داش اوف اكس هتساوي 1 اوفر 1 بلس اكس، هخليها كده يا شباب 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 1. طب ليه؟ عشان لما اجي اعمل ديفرنشيشن بعد كده ما اتلخبطش. طيب طب اف ده شوف زيرو، لما احط هنا الاكس بزيرو، اكس بزيرو يبقى 1 اوفر 1، 1 اوفر 1 بكام؟ ب 1. طب الاف دبل داش اوف اكس هنزل الباور هسبتراكت من الباور 1. في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت، طب الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت بكام؟ ب 1. خلاص بقت كانها كده ماينس 1 اوفر 1 بلس اكس سكويرد. حلو قوي. لما اعوض عن اكس هنا بزيرو هتبقى دي 1 باور ماينس 2 ب 1 ونيجاتيف ساين،
يبقى الاف دبل داش اوف زيرو هتساوي ماينس 1. طيب نيجي على الاف تريبل داش اوف اكس هتساوي، هنزل الباور تبقى بلس 2، هسبتراكت من الباور 1 يبقى باور ماينس 3. طب يبقى الاف تريبل داش اوف زيرو لما تحط الاكس في زيرو هتديك 2. طب اف 4 داش اوف اكس هنزل الباور تبقى ماينس 6، 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 4. طب يبقى اف 4 داش اوف زيرو هتساوي ماينس 6. يبقى عندي طلع كام من زيرو ترمز؟ انا قلت عندي احنا عملنا الاف داش والاف دبل داش والاف تريبل داش والاف 4 داش. يلا بلا وجع دماغ هبتدي اعملها هنا الاكسبانشن بتاعت اللين 1 بلس اكس عشان يبقى المساحه بالنسبه لنا مستريح. اهو هقول له يبقى لين 1 بلس اكس، لو ناسيين ماكلورين اكسبانشن كان بيقول لي ايه؟ اف اوف اكس بالساوي اف اوف زيرو بلس اف داش اوف زيرو في اكس على فيكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف زيرو في اكس سكوارد على فيكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف زيرو في اكس كيوبد على فيكتوريال 3 يال بلس اف 4 داش اوف زيرو في اكس باور 4 على فيكتوريال 4 بلس نقط. ماشي. طب اللين 1 بلس اكس اف اوف زيرو عندي بكام؟ بزيرو. اوكي. بلس 1 اللي هي الاف داش في اكس على فيكتوريال 1. حلو قوي. بلس اف دبل داش عندي بكام؟ بماينس 1 في اكس سكوارد على فيكتوريال 2. بلس اف تريبل داش ب 2 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس اف 4 داش بماينس 6. حلو قوي. في اكس باور 4 على فاكتوريال 4. دي بقى كده لازم اختصرها. طب اختصرها ازاي؟ هقول لك كده في النص. هو فاكتوريال 2 بكام؟ ب 2 في 1 يعني ب 2. طب فاكتوريال 3 ب 3 في 2 في 1 يعني بيساوي 6. طب فاكتوريال 4 ب 4 في 3 في 2 في 1 يعني ب 24. يبقى فاكتوريال 1 2 ب 2 3 ب 6 4 ب 4 و 24. يبقى اللين 1 بلس اكس بقى في الفاينل فورم بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ x فاكتوريال 1 ب 1 يبقى x على 1 فيري جود ماينس x سكوارد فاكتوريال 2 ب 2 على 2 فيري جود بلس دي 2 اوفر 6 تبقى 1 اوفر 3 يبقى بلس x كيوبد على 3 من غير فاكتوريال بقى. طيب ال 6 اوفر 24 ب 1 اوفر 4 يبقى ماينس x باور 4 اوفر 4 من غير فاكتوريال برضو واخدين بالنا. يبقى اكس باور 4 اوفر 4 بلس نوت. ده المنظر بتاع اللين. طيب تعال نشوفوا الواي اللي بتساوي او الاف اوف اكس اللي بتساوي 1 اوفر 1 ماينس اكس. طب ما توقفوا الفيديو واقعدوا حلوها يلا ووروني المنظر الاخراني هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا انا عارف ولادي شطار وقفوا الفيديو وجابوا الفاكتوريال او جابوا الاكسبانشن بتاع 1 اوفر 1 ماينس اكس. هبتدي انا نشتغل عليها معاكم كده ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. ادي بي واي بتساوي 1 اوفر 1 ماينس اكس. انا هخليها كده 1 ماينس اكس تو ذا باور ماينس 1. واحد يقول لي ليه؟ اقول له عشان الديفرنشيشن بتاعها
انا لما اجي اعمل لها ديفرنشيشن بالمنظر ده ابسط لي هنزل باور وسبتراكت من الباور 1 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت اللي لاحظ ان هيبقى دايما بماينس 1. فخد بالك انا دايما عندي الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت بماينس 1. طيب هقول لنفسي اف اوف اكس هي 1 ماينس اكس اول تو ذا باور ماينس 1. طيب وبالتالي اف اوف 0 هتبقى 1. اعمل سبستيتيوشن هنا 1 ماينس 0 تو ذا باور ماينس 1 1. اوكي طيب اف داش اوف اكس هنزل الباور بماينس هسبتراكت من الباور 1 يبقى 1 ماينس اكس تو ذا باور ماينس 2. في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت الماينس هيبقى ماينس 1 هيتضرب في الماينس ده يتقلب بلس. يبقى هقول تاني انا بعمل الاف داش اوف اكس نزلت الباور سبتراكت من الباور 1 الباور نيجاتيف في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت اللي هو ماينس 1 قلب لي النيجاتيف لبوزيتيف. طب وبالتالي اف داش اوف 0 هتساوي كام؟ هتساوي برضو 1. عوض وشوف. طب اف دبل داش اوف اكس هتساوي الماينس 2 هتنزل هسبتراكت من الباور 1 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت طبعا هنا هسبتراكت من الباور 1 تبقى ماينس 3 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت بماينس 1 يقلب لي دي بوزيتيف. فدايما بتنزل نيجاتيف ساين من الباور ودايما في الديفرنشيشن اوف ماينس اكس بماينس 1 بيقلب لي على طول النيجاتيف ده لبوزيتيف. يبقى اف دبل داش اوف 0 بتساوي 2. نخش على اف تريبل داش اوف اكس هتبقى دي ماينس 6 1 ماينس اكس تو ذا باور ماينس 4 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت هيقلب لي ده لبوزيتيف. فتبقى اف تريبل داش اوف 0 بتساوي 6. طيب عايز بقى اعمل الماكلورن اكسبانشن للفانكشن بتاعتي بي. يبقى احنا كده عملنا الايه عايزين نعمل لي بي دي ايه خلاص نخش على البي. البي بتقول لي انا كفانكشن 1 اوفر 1 ماينس اكس ماشي يا سيدنا بتساوي ابتدي اقول اف اوف 0 اسبستيتيوت في النظريه يبقى 1 بلس اف داش اوف 0 1 في اكس على فاكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف 0 ب2 في اكس سكويرد على فاكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف 0 6 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3. ياسين في اختصار يتعمل ولا مفيش؟ بالظبط زي ما قال ياسين. ما انا عندي ال2 والفاكتوريال 2 ب2 هيروحوا مع بعض وعندي ال6 والفاكتوريال 3 بكام؟ ب6 يروحوا مع بعض فتطلع عندي 1 اوفر 1 ماينس اكس شكلها شيك قوي 1 بلس اكس بلس اكس سكويرد بلس اكس كيوبد. ودي كنتوا خدتوها في الهاي سكول على اسم ايه؟ الباينوميال ذات الحدين. فطلع منظرها بهذا الشكل. احنا بقى اثبتنا نظريه ذات الحدين اللي خدتوها في الهاي سكول. طيب نشوفوا اخر واحده عندنا الا وهي سي. واي عندي بتساوي 1 اوفر روت 1 بلس اكس. هنسيبها بالمنظر ده؟ قال لي لا طبعا هتخليها كده 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس هاف. ماشي يا سيدنا. يبقى ادي اف اوف اكس هتساوي 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس هاف. وبالتالي طب اف اوف 0 هتساوي لما احط اكس هنا ب 0 هيبقى 1. طب اف داش اوف اكس الماينس هاف هينزل هسبتراكت من الباور 1 تبقى ماينس 3 اوفر 2 في الديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت بكام؟ بالظبط زي ما قال زميلك ب 1 مش هيأثر. طب يبقى اف داش اوف 0 لما اعمل سبستيتيوشن عندي يطلع عندي بماينس هاف. طب فيري جود. طب اف دبل داش اوف اكس هتساوي الماينس 3 اوفر 2 تتضرب في ماينس هاف تبقى ماينس بلس 3 اوفر 4 في 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 5 اوفر 2.
في كل مره بسبتراكت 1. ما هي ماينس هاف ماينس 1 تبقى ماينس 3 اوفر 2، لو ماينس تاني 1 تبقى ماينس 5 اوفر 2، لو ماينس 1 تاني تبقى ماينس 7 اوفر 2 وهكذا. طيب الاف دبل داش اوف 0 تطلع عندي 3 اوفر 4. طيب الاف تريبل داش اخر ترم هنتكلم عليه اوف اكس يبقى هتساوي ماينس 15 اوفر 8 في 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 7 اوفر 2. جت ازاي؟ الماينس 5 اتضربت في 3 بقت ماينس 15، ال 2 اتضربت 4 بقت 8، سبتراكت من الباور 1 تبقى ماينس 7 اوفر 2، والديفرنشيشن بتاع اللي جوه البراكت زي ما قال زميلك بيساوي 1. يبقى اف تريبل داش اوف 0 هتساوي ماينس 15 اوفر 2. هعمل الدايركت سبستيتيوشن اوفر 8 اسف. هعمل الدايركت سبستيتيوشن بتاعنا في الايه؟ الماكلورن اكسبانشن ونسمبليفاي لابسط فورم عندنا. يلا بينا. يبقى انا عندي سي بتقول لي انا كفانكشن انا عباره عن 1 اوفر روت 1 بلس اكس. طيب اف اوف 0 عندي ب 1 بلس ولا ماينس على طول بقى نحط ماينس هاف في اكس على فاكتوريال 1 بلس 3 اوفر 4 في اكس سكويرد على فاكتوريال 2 تمام ماينس 15 اوفر 8 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس نوت. طيب لما اجي اعمل سمبليفيكيشن بقى هتبقى عامله ازاي؟ تبقى 1 ماينس هاف اكس، ما هي فاكتوريال 1 ب 1. طيب 3 اوفر 4 لما اضربها في 2 في الدينومينيتور تبقى 3 اوفر 8 في اكس سكوارد. طب انا عايز اسمبليفاي دي، قال لي ما هي بص هي 15 اوفر 8 تايمز 1 اوفر 6. طبعا هتعملها بالكالكوليتر بمنتهى البساطه. طبعا هنا ديفايدد باي 3 تديني ايه؟ تديني 2، وهنا ديفايدد باي 3 تديني كام؟ تديني 5. طيب هتبقى 5 اوفر كام؟ اوفر 16. بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. 5 اوفر 16 اكس كيوبد بلس الباقي. هقول لك على حاجه بمنتهى البساطه، انت كده تقدر تعمل ماكلورن اكسبانشن لاي فانكشن في الدنيا بس بشرط ايه؟ قال لي اولا الديريفاتيف الفانكشن نفسها تبقى ديفايند عند الزيرو. ديفايند يعني ايه؟ يعني ما بتساويش انفينيتي عند الزيرو، والديريفاتيفز بتاعتها برضو تبقى ديفايند عند الزيرو، يعني ليها قيم معلومه. جاست باخد القيم المعلومه دي بطبق في النظريه. الستيب اللي جايه بقى ان انا اجيب لك ماكلورن اكسبانشن مثلا كوزاين اكس على روت 1 بلس اكس واقول لك اثبت لي ان ده منظرها، ان انا اجيب لك اي باور ماينس اكس على 1 ماينس اكس واقول لك اثبت لي ان ده يطلع منظرها بالشكل ده. ده يخلينا نستخدم حاجه اسمها سيلكتيف مالتيبليكيشن، او ان انا ازاي اعمل مالتيبليكيشن لتو فانكشنز على شكل بولينوميال واطلع النتيجه النهائيه بشكلها عامل ازاي. هنشوف ده في المثال اللي جاي مباشرة. زي ما وعدتكم يا شباب احنا دلوقتي عايزين نثبت ان الماكلورن اكسبانشن بتاع ملتبليكيشن اوف تو ديفرنت فانكشنز بياخد شكل معين. هنا مرة ملتبليكيشن ومرة هنا ديفيجن. قال لي بمنتهى البساطة انا مش من المفضل ان انا اشتغل على ده كله كترم واحد. لا. ده انا اشتغل على اي باور ماينس اكس اللي احنا لسه عاملينها، واشتغل على الكوزاين اكس برضو اللي احنا لسه عاملينها، وبعد كده اقوم اخد الترمين ضربهم في بعض اثبت النظريه او اثبت المطلوب. تعالوا كده نشوفوا البروف بتاع التو اكزامبلز دول. اول حاجه عندي انا عايز اثبت ان اي باور ماينس اكس مضروبه في كوزاين اكس بتساوي المنظر ده. اقول له بمنتهى البساطه انا هجيب ماكلورن اكسبانشن لاي باور ماينس اكس لوحده، واجيب الماكلورن اكسبانشن بتاع الكوزاين اكس لوحده. ازاي؟ او اقول له والله انا عندي الواي 1 الفانكشن الاولانيه انا كده بحل ايه؟ هي عباره عن اي باور ماينس اكس. بس خد بالك بقى هنا في حاجه مهمه جدا. انا قلت لك في البدايه لو انا جايب ماكلورن اكسبانشن لترم واحد
اذا كان ساين او كوساين او اي او وات ايفر بتجيب على الاقل 3 نون زيرو تيرمز وسام تايمز جبنا 4 نون زيرو تيرمز. هنا انا لازم ارتبط باللي هو مطلوب مني. انا هنا مطلوب مني اوصل لغايه كام؟ اكس تو ذا باور 4. طب هي اكس تو ذا باور 4 جنب الماكلورن الاكسبانشن بتاع الاف كام داش؟ 4 داش. يبقى انا هنا لازم اجيب بالنسبه للاكسبوننشال لغايه ال 4 داش ولازم اجيب بالنسبه للكوزاين لغايه ال 4 داش. غير كده مش صح او مش هوصل للمطلوب. يعني هنا اذا كانت المساله واصله لغايه الاكس تو ذا باور 5 يبقى انا هعمل ديريفاتيف لغايه اف 5 داش. يبقى انا عايز اوصل لشكل معين. يبقى لازم هنا في المثال ده لما اجيب النسبه الاكسبوننشال لازم اجيب لغايه الاف 4 داش. بالنسبه للكوزاين لازم اجيب لغايه الاف 4 داش. هنا هشتغل الكوزاين لغايه اف 3 داش وهشتغل ال1 اوفر 1 بلس اكس لغايه اف 3 داش لان هو طالب لغايه الاكس باور 3. يبقى أنا على حسب المطلوب انا بجيب له او بحل المساله. طيب يبقى انا عندي اف اوف اكس في هذه الحاله هي اي باور ماينس اكس ودي عاملينها وعاملينها يعني سواريخ. طب اف اوف 0 هتساوي 1. طب اف داش اوف اكس عارفين بقى النيجاتيف ساين ولا يا سين نمت مني. طيب الاف داش اوف 0 هتساوي ماينس 1. طب الاف دبل داش اوف اكس هتساوي اي باور اكس وطبعا النيجاتيف ساين بتاعت الباور اللي هتنزل كديفرنشيشن هتبقى هل تقلبها لي البوزيتيف. يبقى الاف دبل داش اوف 0 هتساوي 1. طب الاف تريبل داش اوف اكس هتساوي ماينس اي باور ماينس اكس. يبقى الاف تريبل داش اوف 0 هتساوي كام؟ ماينس 1. طب الاف 4 داش اوف اكس هتساوي اي باور ماينس اكس وطبعا الديفرنشيشن اوف ذا باور بيقلب لبوزيتيف. يبقى الاف 4 داش اوف 0 هتساوي 1. ده كده بالنسبه للاكسبوننشال. طب ما اجيب بالمره بالنسبه للكوزاين. ما انا لازم اجيب للكوزاين واجيب للاكسبوننشال اجيب للاثنين مع بعض. تمام. نخش على الكوزاين. نقول والله انا عندي على طول اف اوف اكس بتساوي كوزاين اكس اهو. يبقى اف اوف 0 هتساوي 1. طب اف داش اوف اكس هتساوي ماينس ساين اكس. يبقى اف داش اوف 0 هتساوي 0. طب الاف تريبل داش اوف اكس هتساوي ماينس كوزاين اكس. يبقى الاف دبل داش انا اسف اوف 0 هتساوي ماينس 1. الاف 3 داش اوف اكس هتساوي ساين اكس. الاف تريبل داش اوف 0 هتساوي 0. الاف فورث داش اوف اكس هتساوي كوزاين اكس. الاف 4 داش اوف 0 هتساوي 1. عملنا للكوزاين وعملنا الايه للاكسبوننشال بالباور النيجاتيف. خد بالك دي مشتركه مع اكزامبل بي. يعني انت لما هتيجي تحل اكزامبل بي مش هتعمل الشغل ده تاني. طيب احاول بقى افكر نفسي بالماكلورن اكسبانشن. ماكلورن اكسبانشن كان بيقول لي ايه؟ خط ده كده مش عاجبني عايزين نعمله خط مستقيم. افكر نفسي بالماكلورن اكسبانشن كان بيقول لي كنظريه هو عباره عن ايه؟ كان بيقول لي اف اوف اكس بتساوي اف اوف 0 بلس اف داش اوف 0 في اكس على فاكتوريال 1 بلس اف دبل داش اوف 0 في اكس سكويرد على فاكتوريال 2 بلس اف تريبل داش اوف 0 في اكس كيوبد على فاكتوريال 3. وهعمل اف 4 داش لان انا محتاجها هنا في المثال ده. اف 4 داش اوف 0 في اكس باور 4 على فاكتوريال 4. فيري جود. حلو. طب انا عايز اثبت بقى ان الاكسبانشن بتاع التو فانكشنز دول لما اجي اضربهم في بعض يدوني كده. اقول له بمنتهى البساطه طب اعمل للكوزاين واعمل للاكسبوننشال.
طيب بالنسبه للاكسبوننشال احنا مطبقينها قبل كده الاي باور ماينس اكس هتلاقيها عامله ازاي. هتلاقي اف اوف 0 ماينس اكس على فاكتوريال 1 بلس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 ماينس اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس اكس تو ذا باور 4 على فاكتوريال 4. ماشيه بوزيتيف نيجاتيف. ولو رجعت لقبل كده على طول هتلاقي ده المنظر بتاع الاي باور ماينس اكس. طب الكوزاين قال لي الكوزاين اكس لو تفتكر في ترمات بتبقى فيها 0 وترمات ليها قيمه، هو اف اوف 0 ب1 يبقى 1، اف اوف داش اوف 0 ب0 يبقى الترم ده اختفى، ده بماينس 1 تبقى ماينس 1 في اكس سكويرد على فاكتوريال 2. الترم الثالث هيختفي لان اف تريبل داش اوف 0 ب0. الترم الرابع هيبقى بوزيتيف 1 يبقى بلس اكس باور 4 على فاكتوريال 4. كده انا وصلت للاكسبانشن بتاع الاكسبوننشال والكوزاين، ودول مش جداد. الجديد في المساله دي ان انا اثبت الرايت هاند سايد فاضرب الاثنين في بعض. بس في بقى حاجه مهمه جدا، انا لما بضرب ترمين في بعض قال لي دايما تخلي الترم الاولاني هو الاصغر. يعني ايه الاصغر؟ اصغر في السن يعني؟ قال لي لا، هنا الترم الاولاني فيه كام ترم؟ 1 2 3 4 5. هنا الترم الاولاني فيه كام ترم؟ 3 ترم. يبقى تحط البراكت ده الاول. لما اعمل عمليه المالتيبليكيشن هيبقى اسهل عليا. تعال نشوفه ازاي. هقول له والله ان الاي باور ماينس اكس مضروبه في كوزاين اكس هتساوي، احط الترم الاولاني 1 ماينس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 بلس اكس باور 4 على فاكتوريال 4 بلس نقط مضروبه في الترم الثاني اللي هو 1 ماينس اكس على فاكتوريال 1 ماشي بلس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 ماينس اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس اكس تو ذا باور 4 على فاكتوريال 4 بلس نوت. سؤالي بقى اللي انا بساله لنفسي، انا عايز اجيب لغايه الاكس باور كام؟ باور 4. يبقى انا لما اضرب اخر حاجه انا عايز احصل عليها كنتيجه اكس باور 4. قال لي بقى لو ضربت ده فده هيديني اكس باور 8، مش عايزه. يبقى انا لما بضرب لغايه ما اوصل لاكس تو ذا باور 4. طب ازاي؟ قال لي اول حاجه هضرب ال1 في الترم ده كله، هتبقى 1 ماينس اكس على فاكتوريال 1 بلس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 ماينس اكس كيوبد على فاكتوريال 3 بلس اكس تو ذا باور 4 على فاكتوريال 4. هو مش 1 في اي حاجه بنفس الحاجه، يبقى ده المالتيبليكيشن بتاع 1 في الترم ده. طيب لما اضرب بقى ماينس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 في الترم ده، قال لي انا هضرب لغايه ما اوصل للاكس باور 4 مش هعدي اكس باور 4. يعني هضرب اكس سكويرد على فاكتوريال 2 في 1 تديني كام؟ ماينس اكس سكويرد على فاكتوريال 2 احطها فين؟ احطها تحت اختها، يعني احطها هنا ماينس اكس سكويرد على فاكتوريال 2. ده اللي اسمه سيلكتيف مالتيبليكيشن. انما بمالتيبلاي او بعمل المالتيبليكيشن اوبريشن بسلكشن للي انا عايزه، اللي انا عايزه لغايه الاكس تو ذا باور 4. خلاص خلصت القصه. طيب اضرب الاكس سكويرد على فاكتوريال 2 في ماينس اكس على فاكتوريال 1، ماينس في ماينس ببلس، فاكتوريال 1 ب1 واكس في اكس سكويرد باكس كيوبد على فاكتوريال 2. خلاص قال لي ب2 برضه خلصت. قال لي لا لسه، انا دلوقتي لما هضرب هنا في هنا هتديني اكس باور 4 انا محتاجها. خلاص ماينس في بوزيتيف بنيجاتيف اكس باور 4 على فاكتوريال 2 في فاكتوريال 2. كل ده هنبسطه دلوقتي. هي المفروض بلس نقط، اه بس انا مش النقط دي مش عايزها، انا عايز اوصل لغايه الاكس باور 4. خلاص اوكي ماشي. طب هنا انا بقى لما بضرب الاكس باور 4 على فاكتوريال 4 في 1، قال لي هتحطها هنا النتيجه. طيب اكس باور 4 على فاكتوريال 4 بلس ولا ماينس؟ قال لي ببلس. طب هل اكمل؟ لا مش هكمل، انها تديني اكس باور 5 وانا مش عايز الاكس باور 5. انا دلوقتي كده عملت عمليه المالتيبليكيشن لل1 في البراكت بحاله عشان البراكت بحاله لغايه الاكس باور 4، ضربت الاكس سكويرد على فاكتوريال 2 هنا وهنا وهنا لان انا مطلوب مني اوصل لغايه الاكس باور 4، ضربت الاكس باور 4 على فاكتوريال 1 في 1. طبعا في ترمات ثانيه، اه في ترمات ثانيه مش عايز. طيب يا شباب دلوقتي هنبتدي نجمع، بس كده اه هجمع تجميع عادي.
الوان هتنزل والوان والاكس اوفر فاكتوريال 1 اللي هي اكس هتنزل كده. انا جبت اول ترمين هناك اهو، اول ترم وتاني ترم. فيري جود. طيب انا عندي اكس سكويرد على فاكتوريال 2 بالبوزيتيف واكس سكويرد على فاكتوريال 2 بالنيجاتيف، تبقى بكام؟ بزيرو. يعني مفيش اكس سكويرد، وهو فعلا المطلوب ما يكونش فيه اكس سكويرد، ده راح على اكس كيوبد مباشره. طيب انا دلوقتي اكس كيوبد اوفر فاكتوريال 3 بالنيجاتيف وعندي اكس كيوبد اوفر فاكتوريال 2 بالبوزيتيف. طيب هي فاكتوريال 2 بكام يا شباب؟ ب 2، والفاكتوريال 3 ب 6، يبقى انا كاني بقول هاف ماينس 1 اوفر 6، يعني 1 اوفر 2 ماينس 1 اوفر 6. الكومن دينومينيتور هتبقى 6، 6 اوفر 2 تديني 3، يتضرب في 1 يبقى ب 3. طب و 6 اوفر 6 ب 1 تضرب في فوق تبقى ب 1، تديني 2 اوفر 6، يعني تديني 1 اوفر 3. بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ قدامك اهي بالبوزيتيف. طب هنا بالبوزيتيف؟ قال لي اه بالبوزيتيف، شكرا. يبقى بلس 1 اوفر 3 اكس كيوبد. طيب طلعنا ثالث ترم ورابع ترم. بقى انا عندي بوزيتيف 1 اوفر فاكتوريال 4 وهنا بوزيتيف 1 اوفر فاكتوريال 4، يعني كام؟ ده 1 اوفر 24 وده 1 اوفر 24، يعني 2 اوفر 24 وده 1 اوفر 4. يعني لما هعمل كده بقى 1 اوفر 4 ماينس 2 اوفر 24، الكومن دينومينيتور هيبقى 24. طبعا دي تعملها بالكالكوليتر حضرتك تطلع عندك زي الصاروخ. 24 اوفر 4 فيها 6 تايمز 1 ب 6 ماينس 24 اوفر 24 1 تايمز 2 تبقى 1 تبقى 2. 6 ماينس 2 ب 4 اوفر 24 تطلع بكام يا ياسين؟ قال لي 1 اوفر 6. قلت له نفس الانسر. طيب هو معلش بقى، مين اللي كان بوزيتيف ومين اللي كان نيجاتيف؟ قال لي اللي كان نيجاتيف هي ال1 اوفر 4 واللي كان بوزيتيف اللي هي 2 اوفر 24. خلاص يبقى انا عندي ال4 اوفر 24 هنا هي اللي هتبقى ايه؟ نيجاتيف، اللي هي 1 اوفر 6، يعني دي هتطلع بنيجاتيف 1 اوفر 6. لو عايز نعملها العكس اهو يا اخويا، هتبقى دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، تبقى دي نيجاتيف دي بوزيتيف، تبقى دي نيجاتيف، هي هي، تبقى ماينس 1 اوفر 6 تايمز الاكس تو ذا باور 4 which is complete the proof. كده عملنا مساله بروف ذات للاكسبوننشال مضروبه في الكوزاين. طيب ايه رايكم بقى توقفوا الفيديو وتحاولوا تثبتوا لنا التاني ده؟ بس خدوا بالكم بقى، انتوا هتشتغلوا لغايه الترم الكام؟ لغايه الاف تريبل داش. يلا يا شباب، انا عارف ان ولادي شطار وعملوها، هبتدي انا اعملها في الجزئيه دي. بس هستاذنكم بقى نمسح الحته دي لان دي كده هتاخد جزء من السبوره، هتعصلك معانا ومش هتبقى مريحه. يلا خلاص، ده كده كل ده انت بتعمله بالكالكوليتر زي الصاروخ، انا عارف ولادي شطرين. قال لي انا عايز اثبت ان حاصل ضرب الكوزين ديفايدد باي 1 بلس اكس تطلع بالمنظر ده. انا مش هحطها في الدينومينيتور لان انا مش عايز اعمل ديفيجن. قال لي ما هتعملها ازاي؟ قلت له هطلعها في النومينيتور، تبقى كوزين مضروبه في ترم. طب هي لما تطلع في النومينيتور الباور بتاعها هيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف. وهتلاحظوا ان احنا عاملينها في الاكزامبل اللي قبل ده مباشره، اكزامبل 2. طيب عايز اعمل الاكسبانشن، هنقول الواي بتاعتي واخدين بالنا بتساوي 1 plus x to the power minus half. فهنقوله بقى على طول f of x بتاعتي هي 1 plus x to the power minus half، يبقى ال f of 0 هتساوي 1، ال f dash of x هتساوي 1 plus x. طبعا هننزل الباور ونسبتراكت من الباور 1، تبقى عندي ها ماينس هاف في 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 3 اوفر 2، يبقى الاف داش اوف 0 هتساوي ماينس هاف، والاف دبل داش اوف اكس هتساوي 3
over 4 times 1 plus x to the power minus 5 over 2 تبقى ال f double dash of 0 بتساوي 3 over 4 وال f 3 داش دي اخر ترم هجيبها. ليه؟ لان هو طالب لغايه الاكس كيوت اوف اكس هتساوي ماينس 15 اوفر 8 في 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس 7 اوفر 2 يبقى الاف تربل داش اوف 0 هتساوي ماينس 15 اوفر 8. طيب ده هعوضه في الماكلورن اكسبانشن بتاع مين؟ بتاع النظريه. وهجيب قيمته خلاص. يبقى انا عندي القيمه بتاعتي اللي هي 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس هاف هتساوي. اسمحوا لي بس اعمل لها بقى يعني كده باختصارات سريعه نطلع الفاينل فورم بتاعتها. انا عندي اف اوف 0 ب 1 خلاص خلصت منها 1. اف اوف داش اوف 0 بماينس هاف مضروبه في كام؟ في اكس على فاكتوريال 1 يبقى ماينس هاف اكس. الاف دبل داش ب 3 اوفر 4 وعندي هنا 2 في الدينومينيتور تبقى 3 اوفر 8 بالبوزيتيف بلس 3 اوفر 8 اكس سكوارد. طيب الماينس 15 اوفر 8 دي لما اضربها في 1 اوفر 6 تديني ايه؟ اهي ما ننساش ماينس 15 اوفر 8 تايمز 1 اوفر 6 اللي هو فاكتوريال 3. قلناها ما تنساش انا عندي ده باي 3 ب 2 ودي باي 3 بكام؟ ب 5 يبقى هتساوي ماينس 5 اوفر 16 تبقى ماينس 5 اوفر 16 اكس كيوت بلس نوت. طيب هعمل الكوزاين. انا هعملها. طب انا هعمل الكوزاين لغايه كام؟ اف كام داش؟ انا هعمل الكوزاين لغايه اف تريبل داش يعني لغايه هنا. يعني الكوزاين هتطلع عندي ترمين لان الكوزاين لما بتيجي تعوض عليها ادي هتبقى 1 اف اوف 0 ب 1. طب اف داش اوف 0 ب 0 مش موجوده. طب اف دبل داش اوف 0 ب اكس سكويرد على فاكتوريال 2. طب اف تريبل داش ب 0 انا مش عايز اكس باور 4. فخد بالك الكوزاين بتاعتك هتبقى بسيطه قوي. هتبقى 1 ماينس اكس سكويرد على 2 اللي هي فاكتوريال 2 بلس نقط. واحد يقول لي طب ما كملتش بعد كده ليه؟ لان هو مش طالب الا اخر حاجه عنده اكسكيوت. طب عايز اشوف بقى هنعملها ازاي؟ اقوله بمنتهى البساطه يبقى then كوزاين اكس مضروبه في 1 بلس اكس تو ذا باور ماينس هاف هتساوي احط الترم الاصغر الاول زي ما قلنا وبعد كده الترم الاكبر اللي هو 1 ماينس هاف اكس ها بلس 3 اوفر 8 اكس سكويرد ماينس 5 اوفر 16 اكس كيوب بلس نقط. يلا بينا هضرب ال1 في الترم ده كله اهو هتبقى 1 ماينس هاف اكس بلس 3 اوفر 8 اكس سكوارد ها ماينس 5 اوفر 16 اكس كيوب بلس نقط. هضرب الاكس سكوارد بالنيجاتيف في الترمين ده ده وده بس. طب ليه ما اضربوش في الاكس سكويرد؟ ما لما اضرب اكس سكويرد في اكس سكويرد هتديني اكس تو باور 4. شفت بقى شازا قالت لك ايه؟ وانا مش عايزاها. انا اقصى حاجه عايزها ايه؟ الاكس كيوت. طب لما اضرب ده في الماينس 1 واحطه جنب اخته يبقى ماينس اكس سكويرد على مضروب 2 يعني ماينس هاف اكس سكويرد. بلوع دماغي. حلو قوي. طب لما اضربه في ده ماينس في ماينس ببلس هاف في هاف ب 1 اوفر 4 اكس باور 3 بلس نقط. طب تعالى نجمع بمنتهى البساطه ال1 نزلت الهاف اكس نزلت. طيب 3 اوفر 8 بالبوزيتيف والماينس هاف اللي هي ماينس 4 اوفر 8 لما سبتراكت الاثنين من بعض يدوني كام؟ اعملها بالكالكيوليتر تطلع كام؟ تطلع كام؟ ماينس 1 اوفر 8 يبقى ماينس 1 اوفر 8 اكس سكويرد. احنا وصلنا لحاجه الذي واحد ادي 2 ادي 3. طب فيري جود. طب دي 5 اوفر 16 بالنيجاتيف ودي 1 اوفر 4 اللي هي تعتبر 4 اوفر 16 بالبوزيتيف يبقى الفرق ايه يا ياسين؟ ماينس 1 اوفر 16 في اكس كيوت. ما تعرفش
اعملها بالكالكليتر وطلع المطلوب بالظبط عندي زي ما انا عايزه. يبقى اذا يا جماعه لما يكون عندي بروف ذات او شو ذات في ماكلورين اكسبانشن، انا بعمل ايه؟ بعمل اكسبانشن للترم الاولاني وبعمل اكسبانشن للترم الثاني، بضرب الاثنين في بعض كسلكتيف مالتيبليكيشن. وانا لما بعمل اكسبانشن بعمل اكسبانشن اكوردنج لعدد الكرمات اللي هو عايزها. هنا عايز لغايه الاكس باور 4 يبقى انا عايز اعمل لغايه اف 4 داش، هنا عايز لاكس باور 3 يبقى هعمل لاس اف 3 داش. طيب لو في حاجه في الدينومينيتور اطلعها فوق واحول الديفيجن لايه؟ لمالتيبليكيشن، لان المالتيبليكيشن اسهل. فعمليه المالتيبليكيشن بحط الترم الاصغر هو الاول عشان عدد الترمات بعد ما اعمل عمليه المالتيبليكيشن ما يبقاش كتير. يعني انت تخيل، جرب كده، حط لي الترم ده قبل ده واعمل المالتيبليكيشن، تلاقي وصلت عندك بقت قد كده. فهنا الحرفنه. تخيل انت كده لما عملت الكوزاين ترمين وضربته في كام ترم؟ دي 1 2 3 4 في 4 ترم. احط ده الاول؟ لا طبعا، احط عدد الترمات الاصغر هي الاول، وبعد كده بعمل عمليه المالتيبليكيشن لغايه الباور اللي انا عايزها في الاثبات. عملت المالتيبليكيشن، اجمع باستخدام الكالكوليتر اطلع الفاينل انسر. اعتقد ان ماكلورين اكسبانشن ده بالنسبه لنا دلوقتي بقى حاجه بسيطه جدا، وارجو ان انتوا تحلوا مسائل كتير عليه. ودايما يا جماعه انا باكد، خلي بالكم من نفسيكم، خلي بالكم من اهاليكم، انتوا تقدروا تستحملهم، اهاليكم ما تقدرش تستحمل، يبقى نستخدم الكمامه ونستخدم المعقمات. واشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره القادمه. سلام عليكم.